خالد احنا قاعدين مع الزعيم نايم ابو سلمى. وين كنت كل النهار لك اخي؟ رحت على حارة البيضة خبرت الشيخ مالك. مين يلي خطر على بالك تروح تقول له؟ وبعد منها وين رحت؟ يلي فهمته انك لسه ناوي تعمل العرس بكره. مزبوط اما لا؟ ايه مزبوط. ايه اخي العرس بده ترتيباته. رحت اعملها. خير ان شاء الله. سلام للزعامات. وعليكم السلام. سلام للجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لين عمي؟ هاي عبضايات حارة العسلية. قلب حاضر ورجال ما بتهاب الموت. الله حيوا العبضايات، شرفوا عمي. تفضل عمي شريف. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا. والله ما فهمت. لشو النومة عندكم ست أم علاء؟ شو بنا أم فارس؟ لا تكوني مو حابة القعدة معنا. لا مو هيك، بس يعني ما بنغلبكم. لا غلبة ولا شيء. أحب على قلبي تكونوا عندي هون بالبيت. بس ادعي الله يكملها معنا ويرجع ورد على البيت بخير وسلامة. آمين يا رب. آمين يا رب. أنا ردت أشوفكم اليوم هون بعيد عن عيون الدرك وغير الدرك مشان نرتب شو بده يصير مع عمنا بكرة. شو بالله الله صلي على النبي. ياكم تعرف واحد غصب عنه بده يقول الله بحيي البطل اللي عمله. فيكم غالي علينا كتير. شوف كيف قدر أن يجمع رجال التلات كارة حوالي فضيت عمره وما شفت حدا قدر يعملها مثله. بزمتك يا شيخ مالك، بس الظاهر ما بيلبق له يكون زعيم الحارات الثلاثة طالما أخواته اثنين زين وفارس بظهره مصحبتين. ايه بس على كلين يا شيخ مالك، الله يطول بعمر الزعيم ابو سلمى والزعيم ابو صالح. يعني هيك قصه لازم نشاورهم فيها. انا ما بقبل تصير بحياه عينون. الله محيي البطن اللي حملك انت كمان. اي والله انت بناصر. اي والله. مرت عمي، ما سمعتي عمي شو قال؟ بكره الصبح ان شاء الله بيكون هون. يا رب ان شاء الله ما يطولوا. والله حسيت قلبي راح مع داغر لما شفته رايح معه. سينات خانو صار اسمه زين، ما عاد اسمه داغر. شبكي تقبريني؟ شو لأيامك من التخت؟ خليكي كنتي مرتاح تقبريني؟ مشغول بالي كتير يا مرتاح. تعي تعي على مهلك، على مهلك. تعي عادي تعي تعي تقبريني. معلش معلش ستم علاء. على مهلك عادي عادي. تعي تقبريني. معلش أم علاء معلش، خليها تفيق وتصحصح، بكرة عرسة. هي هي الخطة مثل ما قلت لكم إياها، وكل واحد منكم هلأ صار بيعرف شو بده يعمل. مشان هيك يا رجال بدي إياكم تكونوا جاهزين من هلأ. الله محيي العبضايات عمي، أحلى رجال والله.